مواليد مدينة المحرق، ولكن النشأة كانت في القضيبية، وبعدها جزء من المحرق قضيبية ومدينة عيسى، والأساس مدينة عيسى، لأن أنا كان عمري صغير يعني يمكن 4 أو 5 سنوات. سنة 97 انتقلنا إلى مدينة عيسى، كانت مدينة جديدة ناشئة، وإحنا من ضمن المواطنين اللي حصلنا على وحدات سكنية في مدينة عيسى. دخلت مدرسة طبعا الابتدائية في مدرسة عثمان بن عفان، هي في مدينة عيسى، ومن ثم مدرسة مدينة عيسى الثانوية، قسم اللي هو العلمي، كنا كان قسمين، فيزياء رياضيات وقسم الكيمياء والأحياء. أنا كنت في الكيمياء والأحياء يعني في قسم العلمي. طبعا يعني أنا من عائلة متوسطة الدخل، أبي يعني والدي هو بانكر في المجال البانكس، واشتغل يعني في بنوك، كان ذكر كان بنك بريطاني وبنك السعودي الفرنسي، يعني كان في مجال البنوك. والدتي طبعا ربت بيت يعني كانت تعتني يعني فينا. انا واحد من 4 اخوان يعني عندي، اوكي انا رقم 3 يعني، قبلي في اختي الكبيره، بعدين اخوي اختي الكبيره ايمان، عندي عبد الرحمن، بعدين انا هاني، وعندي مايسه هي الاصغر واحده، احنا 4. كنت نشط انا وانا صغير كثير يعني أنشطة، مثلا يعني نقول الأنشطة مثلا كنا نسوي مثلا تجمعات، احنا يعني أطفال نروح مثلا نقوم ننظف المناطق، نروح نشيل الأدوية الفاسدة مثلا، نشاط يعني أكياس، نقول اليوم احنا نروح نمر نقول إذا عندكم أي أدوية تم استهلاكها سابقا وخلص مدتها احنا نشيلها، يعني مثل هذا الأنشطة. وأصدقائي كنا يعني هالجروب طبعا في نفس المدرسة نفس المرحلة، نلعب كان مثلا في النهار كرة القدم في الحارة يعني على الأسفلت، والظهر الساعة 12 الظهر بعد المدرسة على طول. صعب بس يعني أنا الحين أتخيل كيف إن إحنا كنا نتحمل درجات الحرارة العالية وفي الأسفلت يعني نلعب كرة. أتذكر موقف وأنا طالب، يعني أنا يعني طالب في المدرسة، إحنا عندنا شارع اسمه هو شارع القدس، ولكن إحنا كنا نسميه شارع الموت، لأن هذا الشارع كانت كثير من الحوادث تحصل فيه. طبعا صلحوا الحين يعني في إشارات، وأتكلم أنا حقبة الثمانينات يعني الثمانينات أتكلم، فصير حوادث وميتة. فأتذكر مرة كان في حادث وإحنا نلعب كرة وحادث انصدام، فإحنا على الأطفال على طول يعني عمره 12 سنة، عمره 10 سنوات، اللي عمره يعني 13 سنة هذه، رحنا مباشر نشوف الحادث، في شخص كان عالق داخل ولكن كان ما يقدر يتنفس. فأنا على طول تدخلت، وما كان في قبل الناس البالغين والشرطة يعني يفكونا، ما كان يقدر، كان في حركة كنت متعلمها فما قدر يتنفس، أضع إيدي وراء العنق وأسحب رأسه على وراء، لأنه هو لسانه طايح ففك لسانه، فهني يعني نقذ حياته وكذا. فعلا هذا أشياء شفناها تعلمناها وتطبقت بالنسبة لي على يعني في نفس الوقت. دكتور هيثم الخواجة، دكتور طبيب ممتاز في طب الخدج الأطفال الخدج، دكتور فيصل رفيع ابن الشاعر عبد الرحمن رفيع الله يرحمه، كانوا معي. بعد عندي دكتور إياد جمشيد، هو طبعا طبيب نفسي الحين في الطب النفسي، هو كان معي في الصف. وعندنا طبعا في طيارين، في يعني وفي ناس اللي يعني ما اتجهوا لاتجاه التعليم، الناس اللي هو العادي. الناس عندي اصدقاء يعني في الجيش ك يعني جندي عادي يعني،
مستويات مختلطه يعني، المستويات التعليميه انا، ولكن احنا مستويات المادي احنا كنا تقريبا الاسر هي هذه متقاربه نقول ايه، احنا كنا نسميهم متوسط الدخل او محدودي الدخل نقول يعني. حتى انا حصلت على بعثه دراسه هندسه معادن، وهذه كانت البعثه البريطانية على فكره، بعثه لان من المتفوقين حصلت هذه البعثه، ولكن ما حصلت الطب، وكانت عندي رغبه في الطب. اللي صار اني انا رحت لوزاره التربيه مع والدتي، عملت تنازل لان انا ما ابغى اروح اخلي احد غيري يستفيد من هذه البعثه. وبعدين رحت درست الطب على حسابي. هو فعلا انا عمل ضغط على اسرتي، يعني انا كان ممكن اروح البعثه لان البعثه هذه هندسه معادن وكان لها عمل مضمون، يعني ارجع البحرين وكان في لها يعني ذكر يعني وزاره العمل كان اتذكر انه في لها وظيفه مضمونه كانوا شيء يعني. ولكن الشغف مالي انه في الطب يعني خاصه في الاحياء كنا نسوي تشريح ضفادع ومش عارف ايش، يعني انا شغف عندي مو بس اني اكون طبيب، اني اكون جراح. طبعا لها اسباب داخليه في حياتي يعني، لان انا صارت يعني وانا صغير كانت علاقتي وطيده عندي مع عمتي، وفجاه عمتي صارت مريضه وتوفت. انا بعدين عرفت انه هو عنده كان صارت جلطه يعني في الدماغ. ذاك الوقت انا دائما كنت سؤالي يراود نفسي، ليش الانسان لازم يموت؟ يعني كطفل يعني ما بتكلم ليش هاي، وليش يعني هل ممكن ليش يعيش؟ شنو لازم نسوي للانسان يعيش اطول؟ هي شابه بس وانا صغير يعني، بس هذا السؤال دائما خلى فيني لا انا لان اكبر بصير جراح مخ واعصاب اني اعالج اول شيء. بعدين قلت له بصير جراح قلب، يعني يعني هذا الموجود كان عندي ان انا لا انا بصير دكتور واعالج الناس. اسره خليه في نسيج هذا المجتمع، الخليه السليمه هي تكون في الاسره يعني. فاذا في ابهات يدفعون ابنائهم للدراسه الافضل هاي، معناته ان هم يدفعون الوطن للتقدم للافضل، لان كل انسان لازم يكون له فائده في حياته. انا يومي ما يطوف الا لازم اعرف كل ساعه شنو قاعد اسوي فيه، ولازم هل في هذه منفعه لبلدي لمجتمعي، واخر شيء لنفسي. كنا نبحث دراسات برا، وذاك الوقت كان في ترند ان جامعات التشيكوسلوفاكيه فاتحه برامج دراسات باللغه الانجليزيه. احنا نتكلم حقبه على طول بعد الشيوعيه، يعني مش الحقبه الشيوعيه بعدها. وكانت في ابو ظبي مكاتب بحث عن الجامعات في اوروبا، ف يعني سوينا بحث وسالنا وكذا 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 كذا، يعني ما اتكلم ما في انترنت وهاي. بحث لا في طلاب راحوا وكذا وفي كذا وفي كان طبعا في دكتور صديقنا طبعا دكتور محمد العصفور هو سبقني كان هناك، فسالناهم سالنا اهله شلون الوضع. فمن ضمن احنا الجروب فجزءهم راحوا لمصر يعني، وهذا الجزء اللي رحنا لتشيكوسلوفاكيا. انت لما تتخرج من الطب تفكر ان انت تفهم كل شيء، يعني معلومات نظرية موجودة، ولكن في الحقيقة انت لا تفقه اي شيء. هذه نظرية انا نظرية، يعني انت علميا ممكن تفسر ممكن هاي، ولكن عمليا انت يعني لا ترتقي لتكون طبيب معالج، يعني ليس يعني ليست هذه المرحلة يأتي فيها الأوان أنك أنت تقدم على العلاج. خليت قاعدتين أنا لنفسي، هذا بيني وبين نفسي.
دائما جزء الفلسفي اللي عندي انا يحكمني. القاعدة الأولى أن الطبيب من الناس إلى الناس، يعني أنت تخرجت صرت طبيب لازم ما تشوف روحك أعلى من أصغر إنسان. هذه بيني وبين نفسي، والله أنت من الناس إلى الناس، لازم ترتقي بي، تنزل في مستواك التواضع، تقتل أي غرور لا سمح الله يكون فيك. هذه قاعدة لي ولنفسي. بعدين انت لا تفقه شيء حتى لو انت كنت تفهم كل شيء. عشان ليش؟ عشان تعطي مجال لنفسك تتعلم اكثر. اذا وصلت مرحله غرور انت تفهم شيء، خلاص هذه بدايه نهايتك. انت لا ما راح تتطور، ما راح تتعلم، ما راح تقدم. هذا خليت هالشيء قاعدتين عندي انا، وفعلا والله ما حد نصحهم فيني، ما حد نصحني فيهم. يعني هذه كانت القاعده اللي نفسي. أنا قاعد أفكر، عندي philosophical thinking، يعني دائما عندي تفكيرات فلسفية شوي. أنا لست بحكيم يعني، ولكن الحكمة تأتي مع التجربة والعلم، العلم والتجربة يولدون الحكمة. علم بلا تجربة ما يوصلك أي مكان، تجربة بلا علم هذا نسميه علم عقيم. علم بلا تجربة علم عقيم، هذه تجربة عقيمة، أنا آسف. لكن العلم مع التجربة الخبرة تعطيك الحكمة الوزدم، وهذه ما تأتي إلا شوي شوي مع الممارسة مع الحياة. مع هذه طبعا يعني شرف اختيار سيدي جلالة الملك، اختياره وضع اسمي بين نخبة أسماء مجلس الشورى. هذا كان أكبر تقليد ووسام على صدري، إن حسيت إن أعمال اللي أنا أسويها الإنسانية والوطنية للوطن، هناك أب ينظر من بعد على أبنائه، ينظر أبناءه ويشوف من اللي ممكن يعني يخدم الوطن ومن يكون على قد المسؤولية. هذا كان وسام، ولكن في نفس الوقت كان عندي قلق. جلالة الملك يعني سيدي اختارني، يعني وقع لي اختيار، هذه هو تكليف كبير. هل أنا راح أنجح في هذه المهمة الوطنية؟ هل أنا راح أقدم شيء؟ الخوف من الفشل. زوجتي طبيبة ولها يعني دعم كبير. زوجتي دكتورة نور العريض، دكتورة استشارية طب العائلة. زوجتي لها دور كبير في حياتي، في حياتي المهنية. يعني من بعد الزواج التقينا طبعا في مستشفى السلمانية الطبي، مكان عمل يعني لقاء دموي. لقائي بالضبط. وبعدين يعني بدأنا طبعا مرحلة الثنائي، طبعا المرحلة الجديدة، المرحلة الزوجية. تحملت كثير، امتحاناتي، مؤتمرات، عملياتي، غيابي عن البيت دائما. هي مدركة أنا طبيب، لكن كجراح غيابي يكون كثير، العب أكثر. فكانت تتحمل، ولكن تسندني وتوقف معاي وتساعدني، تحملتني، والله أشكرها كثير صراحة على تحملها. يعني هي محور كبير في حياتي.